السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمينة للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة، راح نديرو رولي بمقادير بسيطة واقتصادية ومكونات متوفرة في كل بيت ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنا اليوم. ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. مباشرة راح نروحو مقادير وصفتنا لنا اليوم. راح نحتاجو 4 حبات بيض فانيلا، نصف كأس من السكر، الكأس مستعمل 240 مللتر، يعني راح نحتاجو 100 غرام من السكر، كأس ناقص إصبعين من الفارينة أو الطحين الأبيض، ما يعادل 100 غرام من الفارينة أو الطحين الأبيض. بإذن الله من أبسط وصفات الرولي. أول حاجة حنديروها نغربلو الفارينة ولا ننخلو الفارينة تاعنا على الأقل 3 مرات، يعني كل ما نخلنا الفارينة تاعنا ولا غربلناها تدخل كمية هواء كبيرة، الرولي تاعنا راح يجينا خفيف. بعد ما غربلنا الفرينة تاعنا على الأقل 3 مرات، يعني من الأحسن تغربلوها 5 مرات، راح نجيبو إناء آخر وراح نحطو فيه كمية البيض اللي هي 4 حبات بيض. نحطو كل كمية البيض، الوصفة مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف، اللي ما يعرف صندوق الوصف فقط يضغط على العنوان راح يخرج له صندوق الوصف فيه كل شيء بالتفصيل. هنا بعد ما حطينا كل كمية البيض راح نضيفه عطر الفانيلا، هنا سواء تستعملوا عطر الفانيلا ولا اي عطر اللي انتم حابينه سواء كان سائل ولا بودر. نحاولوا نطلعوا الخليط هذا بالمضرب الكهربائي. هنا كما راكم تشوفوا ما ضفتش كمية السكر، هنا نخليه الخليط تاعنا يبدأ يبيض، ومن بعد راح نضيفوا السكر على مراحل، نضيفوه تدريجيا. لو كان نضيفو السكر مرة واحدة ومن بعد نجيو نطلعو البيض يقدر البيض تاعنا ما يطلعش. شوفوا هنايا كيفاش راني ندير على مراحل بكميات قليلة. حتى نكملو كل كمية السكر اللي هي 100 غرام. هنا نبقاو نخلطو حوالي 5 دقائق الى 7 دقائق حتى تضاعف الحجم، يولي مضاعف 3 مرات، والقوام تاعنا يولي قوام يعني كريمي وتولي على شكل موس. من بعد حنبداو نضيفو الفرينة تدريجيا. هنا الفرينة ضيفو كميات قليلة، لانه لو كانت تضيفو الفرينة كميات كبيرة راح تشكلنا تكتلات، ورايحين نحتاجو انو نخلطو بزاف الخليط تاعنا راح يهبط لنا الخليط. لكن كي تضيفو كميات قليلة فقط بالملعقة، حاولوا بالملعقة فقط وتضيفو الفرينة تاعكم، هكا الخليط تاعكم يجيكم قوام ناعم وما تحتاجوش انو تخلطوه بزاف، لانه كمية قليلة تاع الفرينة راح تندمج بسرعة مع الخليط الاول. هنا بعد ما كملنا كل كمية الفارينة كما راكم تشوفوا، هذا هو الخليط اللي حنتحصلوا عليه، القوام تاعنا يبقى البيض تاعنا طالع وما يهبطش. هنا راح نجيبوا صينية تدخل للفرن، نديروا عليها ورق الطهي. اهم حاجة في الوصفة هذه انه لازم يكون كاين ورق الطهي. مقاس الصينية حنخليه لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. نوزعوا كمية الخليط على طول الصينية. هنا إذا حبيتوا الرولي تاعكم يجيكم مخشين بزاف، يا تصغروا في الصينية يا ديروا صينية يكون فيها ارتفاع. توزعوا الخليط تاعكم. هنا كاين اللي يوزع الخليط هذا بيديه، يعني ما يستعملوش هذه الأداة، فقط بيديه هو يساوي السطح. أكيد يدين لازم يكونوا مغسولين مليح. هنا راح نسوي وحنا فقط الأطراف بيدينا، رايحين نحكمو بالإصبع فقط مع الحاشية تاع الصينية ونجيبو الخط هكذا باش المربع تاعنا ولا المستطيل يتشكلوا الأطراف متساويين. هكذا بعد ما سوينا الاطراف راح ندخلوه مباشره للفرن، درجه الحراره بين 170-180 درجه. ديروه في الرف الاعلى من فوق، يعني ما ديروش قريب للنار، في الرف الاعلى من فوق، من 7 دقائق الى 10 دقائق على الاكثر. الرولي تاعنا نحتاجوه فقط ينشف، ما نحتاجوه شي حمار، ينشف فقط هكا باش كي الرولي واه يترولا معانا. هنا كي جبدناه من الفرن لازم نخليوه يبرد تماما، ما لازمش نقيسوه، نخليوه يبرد. بعد ما برد الرولي تاعنا راح نحيو الاطراف فقط، راح نحي فقط الاطراف ما راحش نحي الرولي كامل.
هكذا الاطراف باش يعاونوني فقط باش الرولي تاعي. بعد ما نحينا الاطراف هنا عندي كميه من المعجون الفراوله اللي كنت درتها معاكم وصفه قبل هذا الفيديو، وراح نخليه لكم في الايميل فوق. اللي ما عرفش الوصفه فقط يروح يشوف الوصفه هنا. اذا حبيتوا ديروا معجون الفراوله من الاحسن انه ترحيوا شويه الفراوله تاعكم، ما ديروهش مباشره كما درتو انا، رحيوه شويه هكا باش يمشي معاكم المعجون تاعكم وما ياكلكمش كميه كبيره من المعجون. لكن اذا درتو حبيبات هكا راح ياكلكم كميه شويه كبيره من المعجون. وراح نضيف كميه من الفراوله تكون قطعتها قطع صغيره هكا باش نكاسيو الحلاوه هذيك بالحماضه تاع الفراوله، خاصه للناس اللي يحبوا الرولي تاعهم يجي مشرب ما يجيش ناشف. هذه الوصفه راح تساعدكم بزاف لانه العسيله تاع المعجون راح تشمخ لنا الرولي. ونبداو الرولي في الرولي تاعنا. هنا ما حركت لكمش المراحل، خليت لكم كل المراحل تشوفوها هكا باش تشوفوا الرولي تاعنا باللي ما يتكسرش حتى وراه مشمخ شويه بالمعجون. هنا المعجون تاعنا لازم يكون بارد والرولي بارد، دائما الرولي نعاونو بورق الطهي ونزيرو عليه. هكذا وحنا نروليو فيه كيما راكم تشوفوا بلا ما يتكسر معنا بلا والو. وهنا كيما راكم شفتوا العجينه فيها ثلاث مكونات فقط، هي بيض وسكر وفرينه. هكذا راح نخليو الرولي تاعنا يشد روحو حوالي من ربع ساعه ل 20 دقيقه ونقدروا نقطعوه ويكون واجد وجاهز. التزيين راح يبقى لنا اختياري، كل واحد واش عنده مكونات ولا حبيتوا تقطعوه فقط هكا وتخليوه، كيما لكم الاختيار. هنا خليت لكم كل المراحل تشوفوها هكا باش تعرفوا ان الرولي تاعنا ما راحش يتكسر، مع العلم انه جاي مشمخ شويه بالمعجون. هنا سواء ترولي والرولي تاعكم بالطول ولا بالعرض لكم الاختيار، بالعرض راح يجيكم شويه خشين، بالطول راح يجيكم شويه رقيق. نحيو الاطراف ونبداو نقطعو في الرولي. هذا هو الرولي تاعنا لنها اليوم، طريقه سهله سريعه بسيطه واقتصادي. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنها اليوم لانه راهي من انجح الوصفات. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. وإلى الملتقى.